السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواتي حباب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا، ورجعت لكم النهارده بفيديو جديد. وفيديو النهارده هنشرح لكم فيه ازاي تجهزوا تابلت اولى وثانيه ثانوي للامتحانات الالكترونيه اللي خلاص كمان اسبوعين. اول امتحان لسنه اولى ثانوي الكترونيا الترم الاول هيكون يوم 22/1/2022، وان شاء الله هنزل لكم الجداول بتاعت الامتحانات هنا على في شاشة الفيديو على اليمين او على الشمال. واول امتحان لسنة تانية ثانوي هيكون يوم 23/1/2022، وان شاء الله هنزل لكم الجداول زي ما قلت لكم. وبس كده عشان وقت الفيديو ما يطولش في الكلام، عشان الشرح بتاعنا النهارده كتير وفي كذا خطوة وفي كذا حاجة وكذا برنامج وكذا تحديث هننزله للتابلت اولى وتانية ثانوي. فيلا بينا دلوقتي على الشرح بتاعنا بسرعة عشان ايه ما ناخدش وقت كتير في الفيديو، والشرح ان شاء الله يكون سهل معانا. ودلوقتي يلا بينا على الشرح بتاعنا يا حبايبي. ودلوقتي يا جماعة أول خطوة معانا زي ما انتوا شايفين، هنتأكد إن كل البرامج بتاعة الوزارة دي شغالة وباللون الأزرق كده. لو انت عندك الأيقونات دي كلها باللون الرمادي هتدخل على نوكس مانج، تمام زي ما انتوا شايفين، وهتدوس على السهم ده سهم التحميل. هتلاقي معاك البرامج كلها معمول لها مكتوب جنبها كلمة ديليت، هتمسحهم كلهم عشان اللي باللون الرمادي دول بايظين، تمام زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما تمسحهم كلهم تبدأ تعمل لهم انستول من اول وجديد بالشكل ده. نستنى كل ايقونة لما تحمل، اهو بيقول لك configuration created، يعني تم الانشاء بنجاح او تم. هم زي ما انتم شايفين هتلاقيهم ظهروا هنا معاكم، هتلاقوا اللي باللون الرمادي موجودين زي ما هم، واللي باللون الازرق ظهروا معاكم. هتروحوا ماسحين كل الايقونات اللي باللون الرمادي او الرصاصي لانهم بايظين. وهتلاقوا برنامج حصص مصر ده لو انتم عايزين تحملوه اقول لكم الطريقه. بس هنا برضو في برنامج بتاع الشريحه بتاع اورانج وفودافون، شوف بقى على حسب الشريحه بتاعتك تعمل له انستول. انا ثبت الاثنين عادي، الشريحه بتاعتي وي اساسا، بس انتوا ثبتوهم. وبوكس ده برضو ثبتوه، هما هتلاقيهم ظهروا زي ما انتوا شايفين كده. وبرنامج تنويهات او حصص مصر اللي مش عنده اي برنامج من دول هيبدا يدخل هنا يعمل ريلود بلايسس. لو في اي برنامج هينزل لوحده هتلاقوه بيحمل هنا بيعمل داونلود، تسيبوه يحمل لغايه الاخر. ولو ما نزلش معاكم تدخلوا على ابلكيشن ستور يعمل لودنج معاكم، وهتلاقوا البرامج اهي كلها، كل البرامج الموجوده عندي. هتلاقوا مثلا حصص مصر ده مش موجود عندكم، هتعملوا له داونلود، هتضغطوا هنا كده مكان كلمه الستور هيعمل له معاكم داونلود ويبدا يحمل هنا. مش هياخد ثواني وهتلاقوه اتسب، هتلاقوه هنا هتروحوا واخدينه كده ساحبينه على الشاشه الرئيسيه. دي اول حاجه. تاني حاجة بقى، تاني خطوة معانا، هنتأكد ان ان التابلت لغة الإدخال أو الكيبورد بتاعك في اللغة التانية بتاعتك، عشان في الامتحان بتاع اللغة التانية تقدر تستخدم اللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية. هنروح هنا على الإعدادات عشان نضيف اللغة التانية، تمام. نروح على الإدارة العامة، بعد كده اللغة والإدخال، هتلاقي كلمة اسمها لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. هتلاقي لوحة المفاتيح هتضغط عليها، هتضغط هنا على كلمة إدارة لغات الإدخال، تمام. هيقول لك هتلاقيه عرض لك اللغات المتوفرة كلها واللغات اللي تم تنزيلها. هتلاقي هنا مثلا اللغة العربية عايزة تحديث أو أبديت، هتعمل لها أبديت. وهتلاقي هنا مثلا اللغة الفرنسية مقفولة زي كده، تمام. هتبدأ تفعلها، تختار بقى اللغة التانية بتاعتك. أنا اخترت الفرنسية عشان اللغة الفرنسية. عندك أسباني، وهتلاقي في ايطالي برضو لو دورت تحت اهو، هتدور هنا كده هتلاقي الايطالي والاسباني والفرنساوي. في اي لغة تانية انت عايزها، مثلا اسباني تحملها، بس انا مش عايز احملها. وايطاليانو اهي، تروح محملها تلاقيها بدأت تحمل معاك. بعد ما تحمل هتظهر لك هنا كده زي اللغة الفرنسية، هتروح عامل لها تفعيل وترجع خطوة هتلاقيها اتضافت معاك هنا في اللغة في الكيبورد بتاعك، تمام. تاني حاجة بقى أو تالت خطوة معانا، هنلغي استطاع التلقائي. هنروح على سيتنج برضو أو الضبط، ونضغط على كلمة الشاشة، والاستطاع التلقائي ده
لو مفتوح كده عندك هنقفله عشان بيبدأ مع الصوت التلقائي، لو الدنيا مثلا في اللجنة النور قطع أو أي حاجة بتلاقيه بيوطي الضوء والستوع، يعني هتلاقيه بيوطيه كده لوحده بتاع التابلت وهيوجع لك عينيك. تمام. ورابع حاجة معانا هنبدأ نزود زمن توقف الشاشة، خليه أعلى حاجة 30 دقيقة عشان ما يفضلش يقفل معاك كل شوية في الامتحان وانت في صفحة الامتحان. تمام. وبعد كده معانا هنبدأ نعمل كلير هيستوري لجوجل كروم. نبدأ ندخل على جوجل كروم كده، نضغط على 3 نقط، بعد كده هنروح على الإعدادات أو سيتنج. تمام. وهنبدأ نروح على البرايفسي أو الخصوصية، وهنيجي تحت خالص على محو بيانات التصفح، تمام، واختار أساسية، وهنا تيجي تختار جميع الأوقات، وهنا على متقدمة تختار جميع الأوقات وتعلم على كل دول. تمام. وبعد كده هتروح دايس كلمة محو البيانات علشان جوجل كروم يبقى معاك مفهوش أي بيانات قديمة لأي امتحانات أو كده، ويفتح معاك الامتحانات كلها بسهولة، ما يقعدش يعلق معاك في اللجنة يقول لك والسيستم يقع معاك كذا مرة. لازم تعمل كلير هيستوري لجوجل كروم. تمام. وبعد كده تتأكد انك قافل كل البرامج عشان ما تسيبش برامج زي كده مفتوحة كتير عشان مساحة التابلت تتمليش على الفاضي والرامات وكده. وبعد كده تتأكد انك بعد ما تعمل خطوة كلير هيستوري تعمل برضو ريلود تاني جوجل كروم. كذا مرة. وهنا الايطالي جه عشان لغيتها بيقول لك فشل. ودايما لازم توصل التابلت المدرسة بشبكة واي فاي المدرسة، علشان لو مش متفعلة تروح تفعلها في المدرسة قبل الامتحانات. ودايما برضو تبقى شاحن الشريحة بتاعتك علشان لو حصل اي مشكلة في شبكة المدرسة تقدر تكمل الامتحان بتاعك بالشريحة بتاعت التابلت. تتأكد برضو ان التاريخ مظبوط بتاع التابلت، تيجي هنا على التاريخ تتأكد ان هو مظبوط، لو دي ما بتشتغل عندك والتاريخ مخرف تظبطها، لكن هو في اغلب الوقت بيبقى مظبوط تلقائي لوحده من الشركة او من الوزارة. وتاني حاجة تلقى التحديث اللي هو يعني انت مثلا كده في الصفحة دي زي مثلا الفيسبوك بالتحديث ده اللي هو بيعمل ريفرش للصفحة، ده لازم تقفله عشان انت مثلا لو في الامتحان وتطلع الصفحة كده او بتنزل كده وعملت ريفرش للصفحة الاجابات اللي انت كاتبها بتروح معمول لها ريفرش وبتتمسح نهائيا وبتعيد الامتحان من الاول. فعشان تتفادى المشكلة دي لازم تقفل الريفرش ده، وانا هوريك ازاي دلوقتي. هتبدأ هنا تيجي تكتب كلمة كروم، أو كروم نقطتين سلاش فلاجز، تبدأ تضغط على كلمة الذهاب. وبعد كده هتيجي هنا في البحث، تظهر في نافذة البحث تكتب كلمة بول، هتلاقي هنا كلمة اسمها the bool to refresh effect، هتعمل لها ديسيبل. تمام. هيقول لك ريلانش ناو، تعمل ريفريش في متصفح جوجل كروم زي ما انتم شايفين. هتيجي هنا تعمل ريفريش هتلاقيه ما بقاش يعمل معاك. تمام كده. بس دلوقتي بقى هنبدأ نظبط اخر خطوة معانا، نبدأ نظبط التابلت ان هو يبدل تلقائي ما بين شبكة الواي فاي والشريحة، عشان لو حصل اي مشكلة وانت شغال على الواي فاي بتاع المدرسة في الامتحان ما تقعدش انت تبدل بايديك، هو هيبدل تلقائي لوحده. نبدأ نروح على السيتنج، نختار الاتصالات او كونكشن،
بعد كده نضغط على كلمة واي فاي، نضغط على كلمة متقدم، تمام. بعد كده نكون نفعل تفعيل الخيار اللي هو التبديل لبيانات الهاتف محمول. أول نفتح دي، نفتح بيانات الهاتف، تمام. ولو ده مقفول عندك كده، تمام، لو ده مقفول عندك نروح مفعلينها كده، علشان لو انت حصل اي مشكلة، يعني مثلا الواي فاي دلوقتي بتاع البيت ده فصل، هتلاقيه راح مفعل الشريحة على طول. تمام، فهمتوني كده؟ بس كده، هو ده كان الشرح بتاعنا كله النهاردة يا جماعة حباب قلبي، ويا رب يكون الموضوع سهل عليكم. وبس كده، ما تنساش الفيديو ده عجبك.